تفضل رمضان. شكرا لك إيمان وشكرا لضيفك الكريم. ما زالت تغطيتنا مستمرة من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة ومن مؤتمر استثمر لأجل أفريقيا. الحقيقة العديد من المستثمرين في هذا المؤتمر لنشر التجارب الخاصة بهم والتجارب الناجحة لخدمة الشأن الأفريقي والنهوض بمسار الاقتصادي للقارة كلها. أحد المستثمرين معنا وهو الدكتور مصطفى الشربيني، منسق عام اتحاد الزراعيين الأفارقة. برحب بك دكتور. أهلا بك، أهلا بالسادة المشاهدين. مرحب بضيوف مصر النهاردة في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا. المؤتمر ده كنا في حاجة ماسة ليه، لأن أصبح الأفارقة دلوقتي بيعتمدوا على أن يجوا مصر علشان نبدأ مع بعض وضع بعض الخطط، بعض الدراسات، بعض البحوث لتنمية الاستثمار في أفريقيا. لو اتكلمنا عن دور الاتحاد وهو معني بالشأن الأفريقي والشأن الزراعي، وأن أفريقيا 60% تقريبا تقوم على الزراعة بأشكالها المختلفة، دور الاتحاد في التعاون المصري الأفريقي؟ والله دور الاتحاد في الفترة القادمة هيكون مؤثر جدا في مجال الاستثمار، لأن الاستثمار الزراعي بيمثل أكتر من 60% للدول الأفريقية، بيعتبروا بعض الفروع ليه زي الاستثمار في المجال اللايف ستوك أو الثروة الحيوانية من دواعي الأمن القومي، لأن بلاد كتير في أفريقيا بتعتمد اعتماد كلي وليس جزئي على الاستثمار في الانتاج الحيواني زي أثيوبيا، زي السودان، زي التشاد، وبلاد كتير جدا. ولكن اللي عاوزين نقوله أن أفريقيا مادة خام وبلد خام في الموارد الزراعية، أراضي كتير موجودة، أنهار كتير موجودة، مياه كتير موجودة وما زالت لم تكتشف بعد، ودي الخزينة بتاعت العالم كله وهي سلة غذاء العالم. فإن شاء الله خلال الفترات القادمة هنشوف قفزات كبيرة جدا في مجال الاستثمار في المجال الزراعي في توجهات الدولة المصرية نحو الاتجاه إلى أفريقيا والقيادة السياسية بعد رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، عودة مصر للحضن الأفريقي وبقوة، ورئاسته دي في خلال السنة دي عملت حاجات كتير جدا، لدرجة إن احنا دلوقتي بالنادي بإن في حاجة اسمها القومية الأفريقية لدى الشباب. يعني أصبح دلوقتي زي ما الزعيم عبد الناصر عمل القومية العربية، أصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتبنى القومية الأفريقية. فهنقول بعد كده أنا أفريقي، أنا مصري، أنا أفريقي. ومصر لما تخلت عن دورها في أفريقيا حصل لنا مشاكل كتير جدا، وخاصة في مجال المياه وخلافه. أما إحنا في الوقت الحالي بنتعامل مع أفريقيا مش من مبدأ المصالح الاقتصادية بس، ولكن علاقة الأخوة وعلاقة الجيرة، علاقة الأصول الواحدة. فإحنا دلوقتي في اتجاه كبير جدا نحو الشباب لاحترام التنوع الثقافي للشعوب الأفريقية. فهرجع بيك تاني إن شاء الله لمجال الاستثمار، وأقول لحضرتك إن إحنا خطينا خطوات بداية من عهد الرئيس. أنت لما تشوف النهاردة اللحوم الأفريقية في السوق المصري بتسد الفجوة وأصبحت بديل للحوم الأسترالية واللحوم البرازيلية في اللي هي في المنتجات الفريش، وأصبح الشعب المصري أو المستهلك المصري بيتذوق هذه اللحوم، ولو عرفوا إنها واخدة جريد 1 على مستوى العالم لأنها أورجانيك فود هيقبلوا عليها أكتر. ليه هي بتكون أزيد في السوى شوية؟ لأنها اللحوم دي أورجانيك، بتاخد فترة سنتين على ما الحيوان أو العجل بيكبر، بخلاف اللحوم المهرمنة اللي بتجيلنا من البرازيل ومن استراليا ومن الدول دي، لأن الصناعة هناك ما بتنفعش صناعة اللايف ستوك أو الحيوانات أو الإنتاج اللحوم، ما بيتمش غير بأنه بيعملوه بطريقة فيها هرمون، والهرمون ده بيؤثر كتير جدا على الخصوبة، بيؤثر على سرطان الثدي، بيؤثر على تغير حوض الذكر أساسا وتأخر الإنجاب. ولكن مع اللحوم الأفريقية والمنتجات الأفريقية لسه بيور لسه أورجانيك، بتزيد من صحة وحيوية الإنسان وبتأدي الفايدة الكبيرة ليها. فالسوق الأفريقي فعلا سوق واعد،
يمكن لو قلت لك ان اوروبا واقفه استيراد المنتجات الزراعيه من امريكا ومن الدول دي من 85 عشان الهرمونات والتدخلات الوراثيه واللعب في الجينات الوراثيه للمنتجات الزراعيه وخلافه، لان ظهر في اوروبا ان بيوت كتير جدا ظهر فيها الكانسر وظهر فيها السرطان، فبدات يمنعوا دخول هذه المنتجات. طب احنا عندنا السوق بتاعنا والسوق الافريقي، السوق البيور، السوق الاورجانيك موجود. هو ده يا استاذ مصطفى اللي كنت اسال عليه، ازاي يمكن الاستفاده من هذه الثروه الحيوانيه في افريقيا؟ هل مصر تستثمر ذلك عن طريق بعض الاستثمارات داخل القاره الافريقيه؟ والله احنا يعني الهيئه العامه للخدمات البيطريه من خلال الحكومه المصريه وقعت عده بروتوكولات مع الحكومه السودانيه الاثيوبيه الكينيه وحاليا في تشاد والصومال، واصبح ان دلوقتي داخلين للسوق الافريقي في هذه المنتجات بقوه، ومن خلال اتحاد الزراعيين الافارقه برئاسه الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين والدكتور مجدي علام موجود فيه كلجنه تاسيسيه صدر ليها قرار جمهوري، هنلاقي في الفتره القادمه استثمارات في مجال الزراعه في استصلاح الاراضي في مختلف البلاد الافريقيه بالتعاون مع مختلف السفراء، لان حصل اجتماع مع السفراء الأفارقة عن طريق وزارة الخارجية في يوم 30 الشهر الماضي، وأسفر الاجتماع عن بعض التوصيات اللي من خلاله هيتكون شبكة كبيرة من المستثمرين المصريين والأفارقة إنهم يستثمروا في البلاد الأفريقية، وتبقى العلاقة بيننا علاقة منافع متبادلة زائد علاقة جيرة زائد علاقة إخوة. فخلال الفترات القادمة هتشاهد الزراعة طفرة للتوجه نحو أفريقيا، ولأن في إرادة سياسية موجودة، الإرادة السياسية دي ولدت عندنا كلنا كمستثمرين وكشعب مصري وشباب مصري التوجه نحو أفريقيا، وبنعيد اكتشاف نفسينا في أفريقيا تاني، فبنقول مصر قلب أفريقيا وأفريقيا في قلب مصر، وإن شاء الله يعني هنشاهد منتديات كتير، وفي منتدى عامله سيادة الرئيس في شهر 12 الجاي بيدعو للسلام والتنمية المستدامة، وأنا بصفتي أمين عام للاتحاد الدولي للتنمية المستدامة يعني بشجع هذه الخطوة، لأن التنمية المستدامة هي مستقبل القارة الأفريقية. مش معقول هنعمل تنمية ونتجاهل البعد الاجتماعي والبعد البيئي، لازم يحصل فيه تنوع ثقافي، يحصل تنمية مستدامة، نحارب الجوع، نحارب الفقر، والمبادئ التنمية ال 17 أو الأهداف اللي بيسعى الرئيس لتحققها. ولكن أول حاجة تنبه ليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن لكي تحدث تنمية مستدامة لابد أن يحدث سلام، لأن فض النزاعات هو الشغل الشاغل حاليا في أفريقيا لإحداث تنمية مستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاتحاد الأفريقي 2063. أشكرك دكتور مصطفى الشربيني المنسق العام لاتحاد الزراعيين الأفارقه، شكرا جزيلا لك. وكما يعني استمعنا لأحد المستثمرين بخصوص الجلسة التي كانت اليوم وهي الخاصة بالقطاع الخاص ودوره في التنمية الإفريقية على كافة المحاور والمستويات، تغطيتنا ما زالت مستمرة في هذا المنتدى، وعودة للزملاء بالاستوديو.